ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وفي افضل صحه. النهارده هنعمل مع بعض حلوه كده، ميكس ما بين الكنافه وما بين البسبوسه، حاجه كده حلوه قوي. من بره تحسيها خشنه كده، ومن جوه تحسيها ناعمه، حاجه كده في منتهى الجمال واللذاذه. تنفع في رمضان، هتعجب قوي ضيوفك، وكل اللي هيدوقها هيتبهر بطعمها، حاجه كده تحفه. بصوا بقى عامله ازاي، شايفين؟ بصوا بصوا الجمال، حاجه كده بتتكلم عن نفسها. بس لو اول مره شافوني، ما تبخلوش عليا، كومنت حلو زيكم ولايك، ولو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا نشوف الوصفه بتاعت النهارده عباره عن ايه. هنقول بسم الله ونحضر الشربات بتاعنا. عندي هنا جبت كاسرولة، عندك حله، اي حاجه عندك احط فيها ايه؟ احط فيها كوبايه ونص من السكر، السكر العادي بتاعنا اللي احنا بنستخدمه اهو، كوبايه ونص، ادي كوبايه وهعاير نص كمان، وادي النص. هحط بنفس الكوبايه، كوبايه ونص ميه، يعني كوبايه ونص سكر عليهم كوبايه ونص ميه من الحنفيه. هنا هحط بقى كوبايه ونص من الميه، ادي كوبايه وعير نص وادي النص، يبقى كوبايه ونص سكر عليهم كوبايه ونص ميه. وهنحط ايه كمان؟ هنا انا شغلت النار وهضيف نص ليمونه، هعصر كده نص ليمونه اهو، ما بقلبش، ما بلمس الشربات بتاعي خالص، بسيبه على النار. وهقول لك هنحسب الوقت بعد قد ايه بالظبط. زي ما انتوا شايفين سايباها على النار، ما بحطش معلقه، ما بستخدمش اي حاجه، حطيت المكونات كلها كده بالكوبايه وعصره الليمون وبسيبه كده على النار. اول ما يغلي معايا، ما ينفعش ان اظبط ساعتي دلوقتي على اي مواعيد ان انا اسيبه 5 دقايق 10 دقايق وهو كده على النار. لما يغلي معايا ونشوف شكل الغليان هقول لك هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده الشربات غلى معايا، كده اقدر ان انا اظبط الساعه بتاعتي، ياخد غلوتين كده على نار عاليه، بعد كده بوطي النار واظبط على 5 دقايق بالظبط، بعد كده بطفي. تمام، يبقى انا دلوقتي بعد ما يغلي غلوتين لازم يكون الشكل ده قدامك، مش اول ما يقوم لا، بيغلي الغليان بالشكل ده، ياخد غلوه تانية على نار عاليه، بعد كده بهدي النار خالص وبظبط على 5 دقايق، بعد كده بطفي عليه. شايفين بعد 5 دقايق بالظبط كده طفيت النار خلاص، هسيبه بقى يبرد خالص ونروح بقى نعمل الحلوه بتاعتنا. فول عندي هنزل ببيضه بدرجه حراره المطبخ، اي بيضه عندك هضيف عليها رشه من الفانيليا، يعني باكت من الفانيليا، وهضيف كمان 3 معالق من السكر بالشكل ده كده اهو، مش مليانين. بعد كده ببدأ نضرب المكونات دي مع بعض كويس جدا بمضرب يدوي عادي خالص. زي ما انتوا شايفين بضرب لحد ما لون البيض عندي يفتح، بصوا لونه اتغير ازاي. يبقى حطينا سكر وبيض وفانيليا، ونضرب كده لحد ما اللون يفتح معانا. زي ما انتوا شايفين ضربت كويس، هنزل بقى بنص كوبايه من الزيت وبضرب تاني كويس جدا، نص كوبايه من الزيت وببدا ان اضرب كل المكونات مع بعض كويس قوي. بعد ما ضربت الزيت كويس قوي مع المكونات اللي عندي اللي احنا حطيناها في الاول، هنزل بقى بزبادية. طبعا الزبادي هنا اختياري، ممكن تحطي مكانها نص كوبايه من اللبن لو مش متوفر الزبادي، بس الزبادي هنا بتدي هشاشه وطراوه حلوه قوي للحلوه بتاعت النهارده. نزلت كده بزبدايه بالشكل ده، وببدا ان انا اقلب كويس قوي لحد ما الخليط عندي كله يمتزج مع بعض. هنشوف دلوقتي شكل الخليط وقوامه هيبقى عامل ازاي. شايفين المنظر؟ اول ما نزلت بالزبادي تحسوا ان هي كانت اكنها محبحبه كده في العجين، في الخليط بتاعي. انا مش عايزاها تبقى فيها اي كتل، انا عايزه الخليط كله انسيابي مع بعض، يعني كله كده بالمنظر ده. شايفين بصوا عامل ازاي اهو. بعد ما ضربت المكونات كويس، هنزل بكوبايه من السميد، والسميد هنا عندي وسط ولا خشن ولا ناعم، هنزل بكوبايه من السميد بالشكل ده كده، وابدا ان انا اقلبه مع الخليط اللي عندي، هقلبه كويس جدا. بعد بقى اما قلبت كده كويس وبقى الخليط عندي بالشكل ده كده، هنزل بكوبايه ونص من الدقيق المنخول الابيض العادي بتاعنا، وعليه معلقه صغيره من البيكنج باودر تكون مليانه بالشكل ده. دول كوبايه ونص نخلاهم كويس، ممكن احتاج تاني ممكن ما نحتاجش على حسب نوع الدقيق، في دقيق بيمتص السوائل ودقيق لا. هنزل بقى بكميه الدقيق اللي عندي اللي هم كوبايه ونص المنخولين، وعليهم معلقه البيكنج باودر الصغيره، هقلبها كده معاهم وانزل بيهم ايه على الخليط بتاعي. لو احتاجنا دقيق تاني هنضيف، مفيش مشاكل، لان احنا عايزينها عجينه عاديه ان احنا نقدر نشكلها. هبدا بقى استخدم ايديا كده وعجن، لو لقيتها محتاجه معايا دقيق تاني هزود برضو بالتدريج. كده انا لميت العجينه،
طب انا كده طول ما انا بعمل كده حاسه ان هي محتاجه معايا دقيق، طب اعرف منين هي مش محتاجه معايا دقيق؟ بستخدم ايدي التانية. بصوا بقى بالايد التانية هلاقوها ان هي ايه مش محتاجه، اهي لمت معايا. انما طول ما انا شغاله وايدي مش نضيفه كده هحس ان هي محتاجه معايا دقيق، فانا كده ما ضفتش اي حاجه تاني، العجينه كده لمت معايا وبقت مظبوطه. زي ما انتم شايفين كده جبت هنا نص كوبايه من السميد، وهبدا اني اخد العجينه بتاعتي واعملها كور بالشكل ده كده بالمنظر ده اهو شايفين، واحطها في السميد. خطوة دي بتفرق يعني، بتدي قرمشة حلوة، ممكن تستغني عنها لو حابة ممكن تستغني عنها. وببدأ بعد كده اكورها تاني كده اهو شايفين المنظر. بعد ما حطيتها في السميد بالشكل ده كده ببدأ ان انا اعملها كده تاني بايديا اكورها كده، وببدأ ان انا اجيب اي حاجة عندي، معلقة بقى اي بلبلة زي دي اي حاجة عندك، وتبدأي تعملي كده بالشكل ده شايفه المنظر اهو كده، وتدوسي كده في النص اهو عشان تديكي شكل الورده ده، وابدا ان انا ارصها في صينيه. حبايبي هنا بقى شكلت الحلوه بتاعتي بالشكل ده، جبت هنا سوداني وقشرته كده، وطبعا هنا اختياري ممكن تحطي لوز ممكن تحطي بندق ممكن تحطي زبيب المتاح عندك، حطه كده في النص بالشكل ده كده اهو، هيدي شكل حلو خالص. طبعا دي مش كل الكميه، زي ما انتوا شايفين كده بقى دي الكميه كلها، هدخلها دلوقتي الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني، هسوي من تحت الاول بعد كده ادي الشوايه لون، وبعد كده نشوف هنعمل ايه لما تخرج من الفرن. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي ده شكلها بعد ما طلعت بقى من الفرن. هنا بقى هنزل بالشربات وهو بارد وهي سخنه اهو بالشكل ده كده، بصوا بتشربوا ازاي، ببدا ان انا اسقيها هي سخنه والشربات بارد يا اما العكس. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي هنا بقى سقيتها بالشكل ده، وبصوا في زياده من الشربات بسيبها فيها تتشرب براحتها، بعد كده بنصفيها ونبدا نقدمها. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي بقى هنا صفيتها طلعتها هنا تتصفى بالشكل ده، بصوا بقى المنظر عامل ازاي، وعماله بقى تتشرب كده الشربات، لا خطيره بجد جربوها مش هتندموا، حلوه قوي تنفع في حلويات رمضان تقدميها بقى لضيوفك كده، حاجه تحفه بجد، جربيها وقولي رايك فيها. ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده معانا.